الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 74 بعد 500، باب الحجامة للمحرم. في هذا الباب حديث 71 بعد 600، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم في وسط رأسه بلحي جمل، موضع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. هذا الحديث يدل على جواز الحجامة للمحرم مطلقا. الآن في أدوات وتستعمل مرة واحدة، يعني سواء كان في موضع يحتاج إلى حلق الشعر كالرأس أو في غيره، وسواء كان لضرورة أو لغيرها، واختلف أهل العلم في ذلك. أما أهل الظاهر فقال تجوز الحجامة للمحرم مطلقا ولا فدية عليه إلا أن يحلق رأسه، إن حلق رأسه جزء من رأسه على الفدية. الجمهور قال تجوز ما لم يقطع شعرا، فإن قطع أي شعر من رأسه أو من جسده فعليه الفدية. مالك قال لا يحتجم المحرم إلا لضرورة، لما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لضرر كان به، فلينتبه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.